للمزيد من التفاصيل حول ما يجري هناك في غزة ينضم إلينا من خان يونس مراسلنا بشير قبر مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك بشير في هذه الساعة الإخبارية. بداية ضعنا في التفاصيل الميدانية، ما الذي يحدث هناك بعد الحديث عن تواصل الاشتباكات في مناطق وسط القطاع كما قال جيش الاحتلال وكما قالت أيضا فصائل المقاومة هناك، ما هي التفاصيل لديك وهل هنالك من تفاصيل حول عدد الذين ارتقوا شهداء مثلا في المجزرتين في المدارس التي تم قصفها في هذا اليوم؟ تحية لكم. يعني وقبل الحديث عن ذلك أتحدث عن الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية الآن في محافظة خان يونس، حيث نسمع دوي انفجارات استهدافات تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية لمناطق في المنطقة غرب مدينة خان يونس. الاحتلال الإسرائيلي وطائراته لا زالت التي تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة تقوم بين اللحظة والأخرى بشن غاراتها باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم. تشارك هذه الطائرات المدفعية الإسرائيلية التي تقوم بدك المناطق الشرقية لقطاع غزة بشكل عشوائي بقذائفها المدفعية والتي تتساقط على منازل المواطنين وممتلكاتهم. أيضا المنطقة الغربية تتعرض إلى وابل كثيف من القذائف الصاروخية التي تطلقها الزوارق الحربية الإسرائيلية من قبالة شواطئ قطاع غزة باتجاه هذا الشاطئ، مما أثار حالة كبيرة من الدمار. يعني تحدثنا عن وسألت عن الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة، حيث الآليات الإسرائيلية المتواجدة في مدينة غزة والشمال حسب ما أكدت المقاومة بأنها اشتبكت مع هذه الآليات وأوقعت فيها خسائر في صفوف تلك الآليات والجنود في عدة محاور، محور المنطقة الغربية لمدينة غزة بالاتجاهين الشمالي والجنوبي، وكذلك في منطقة حي الشيخ رضوان في وسط مدينة غزة. هذه الاشتباكات قالت المقاومة الفلسطينية أنها تمكنت من خلالها بإيقاع خسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. رغم هذه الاشتباكات الدائرة ولا زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تقوم بالقصف باستمرار في عدة أحياء في مدينة غزة، منها حي الصبرة وحي الشجاعية وحي الزيتون إلى الشرق من مدينة غزة، وكذلك في محيط مستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة قامت هذه الطائرات الحربية بين الفينة والأخرى بتنفيذ عدد من الأحزمة النارية في محيط هذا المستشفى، مما أثار حالة من الدمار في هذا المستشفى وما يحيط به من منازل المواطنين. هذه الغارات الجوية المكثفة في مدينة غزة والشمال أثرت كذلك على الطرقات وعلى المفترقات الرئيسية التي باتت مدمرة للغاية، لا تستطيع فيها السيارات من المرور والانتقال من منطقة إلى أخرى. أنا نتحدث هنا عن سيارات الإسعاف وما تبقى منها على يعمل في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود وبسبب الاستهداف المباشر من الطائرات الحربية الإسرائيلية لتلك السيارات ولسيارات الدفاع المدني. بالمجمل يعني الأوضاع في قطاع غزة هي صعبة للغاية نظرا لهذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة والعدوان الإسرائيلي المتواصل الذي لم يترك مدينة غزة والشمال وكذلك المحافظات الوسطى والجنوبية والتي يدعي بأنها مناطق آمنة. طيب يعني لو بشير تحدثنا عن الوضع الإنساني وخاصة المرضى التي تم إجبارهم على ترك المستشفيات، إلى أين ذهبوا وكيف يواجهون المشاكل التي تحدث والغارات وأيضا النقص الحاد في الإمدادات كالغذاء والماء والاحتياجات المعيشية اليومية؟
يعني بعض المرضى الذين كانوا يتواجدون في مجمع الشفاء الطبي، العشرات منهم قد استشهدوا جراء يعني توقف هذا المستشفى عن العمل والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق هذا المستشفى. من بقي منهم على قيد الحياة أجبرتهم إسرائيل على الإخلاء باتجاه مستشفى ناصر. وصل عدد قليل منهم إلى هنا، ولكن الأغلب من النازحين الذين كانوا يتواجدون في مستشفى الشفاء منهم تمكنوا من الوصول إلى هذا المستشفى. تحدثنا معهم عن الوضع في داخل مستشفى الشفاء، قالوا أن المستشفى يتعرض إلى عملية يعني تدمير ممنهجة في الساحات والمباني الرئيسية، حيث يتعرض إلى إطلاق نار مكثف وقذائف من الآليات الإسرائيلية المتواجدة في داخل هذا المستشفى. كما أكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي يقود حملة شرسة بحق هذا المستشفى من خلال تدمير الأجهزة الطبية، والتي معظم هذه الأجهزة لا تتوفر إلا في مجمع الشفاء الطبي كونه المجمع الأكبر والذي يقدم خدمات للعدد كبير من المواطنين الفلسطينيين. أما بالنسبة للحالة الإنسانية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة فهي أوضاع صعبة يرثى لها نظرا لعدم توافر المياه في الدرجة الأولى، حيث أن المياه التي تتوافر هنا والتي لا تصل إلى منازل المواطنين، بل يلجأ المواطنون إلى السير على الأقدام بحثا عن هذه المياه عبر عدة مناطق في أماكن مناطق الآبار ومحطات المياه المنتشرة في مدينة خان يونس ورفح. هي مياه غير صالحة للاستخدام الآدمي، نصيب الفرد الواحد من هذه المياه هي قرابة 5 لترات، يضطر المواطنون لشرب هذه المياه مما أثر وتسبب بحالة انتشار للأمراض وخصوصا في صفوف الأطفال. أيضا هناك تكدس لأكوام من القمامة ومياه الصرف الصحي في الشوارع والطرقات العامة، ساهمت كذلك في انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين. المواد الغذائية باتت أيضا هي شحيحة ومفقودة نظرا لقيام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير منطقة الأراضي الزراعية والتي تعد السلة الغذائية لمدينة غزة، وتقع المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس وتمتد إلى المنطقة الشرقية لرفح. هذه المنطقة تعرضت إلى قصف إسرائيلي عنيف على مدار أيام العدوان، مما دمر هذه المنطقة بما يوجد فيها من أشجار ويعني محاصيل زراعية وكذلك مزارع للدواجن، ما تسبب بفقدان المواطنين الفلسطينيين لهذه الخضار والدواجن واللحوم في قطاع غزة. بشير، في تساؤل أخير، يعني تم زيادة الوقود أو ضخ الوقود إلى القطاع عبر معبر رفح في اليومين، يوم أمس واليوم، بالتالي حدثنا عن مدى الاستفادة من هذا الوقود على الأقل في المرافق الصحية أو المرافق الخدمية الأخرى. وأيضا تساؤل آخر، ربما هل ورد إليك خبر حول موضوع يعني إخلاء بقية المصابين الموجودين في مستشفى الشفاء والخدج الذين ما زالوا هناك؟ يعني بالنسبة للوقود الذي دخل غزة، هو دخل للمنظمات الدولية، هذه المنظمات الدولية وتحديدا الأونروا وهي من تقوم بتوزيع هذا الوقود لصالح المشافي، وقالت أن جزءا منه ذهب للاتصالات وهو ما تسبب بعودة خطوط الاتصالات للعمل. لكن الأونروا قالت أن الكميات الوقود التي دخلت لا تسد الحاجة لعمل هذه المستشفيات وعمل طواقم الأونروا، وأكدت في الوقت ذاته على ضرورة استمرار تدفق الوقود من إلى قطاع غزة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال هذا الوقود بشكل مستمر من أجل الاحتياجات الإنسانية. بما يتعلق بإجلاء المرضى والأطفال الخدج في داخل هذا المستشفى، فهي عملية تتم عبر تنسيق من يعني وجهود من الصليب الأحمر الدولي. هذه العمليات لا زالت مستمرة، قد يعني
نسمع أو قد تتم هذه الأمور خلال الساعات القليلة القادمة أو في غضون صباح يوم غد. العمليات بدأت ولكنها لم تنتهي حتى هذه اللحظة، ولا زالت هناك عمليات إجلاء. الأمر الذي جعل هذه العملية تتوقف هو دخول ساعات الليل والخطر الكبير الذي يتهدد حياة المواطنين عند التنقل خلال ساعات الليل، هو ما أوقف هذه الجهود. نتوقع عودة هذه الجهود خلال ساعات الصباح والاستمرار بإخلاء المصابين والجرحى من داخل مجمع الشفاء الطبي باتجاه المستشفيات في الوسطى والجنوب. نعم بشير جابر مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من خان يونس، شكرا جزيلا لك.